بالنسبه نحن غدو نهار السبت باش يكون تصويت على النظام الداخلي في المجلس التاسيسي نشوف وقت يتم عرض الحكومه يا اما تكون يوم السبت نوقف في اخر وقت معناها بعد ما نناقش نبداو في النظام الداخلي او قد تكون يوم الاثنين في ساعه متقدمه معنا من الصباح هذا تقريبا فهمنا فيه